معنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة جهاد الفاضل عضو مجلس الشورى بعد التحية. طبعا ما هو دور اليوم لجنة تنفيذ توصيات مؤتمر نعمل معا من أجل تطلعات تشريعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دور اللجنة أختي سهير هو دراسة التوصيات المنبثقة عن المؤتمر وبحث سبل تطبيقها على أرض الواقع ووضع برامج لتنفيذها وتحديد آليات العمل بها. هذه اللجنة طبعا شكلت بقرار من معالي الرئيس في أقل من أسبوع من انتهاء المؤتمر، واليوم باشرت مهامها. نعم. وهذه حقيقة يبين مدى تفاعل المجلس مع المؤتمر ونتائجه اللي نعتبرها أمانة في أعناقنا كشوريين، وجاءت هذه اللجنة لتحمل هذه الأمانة والثقة. نعم سعادة الدكتورة، ما هي أبرز المحاور التي تم تناولها خلال اجتماعكم الأول وأيضا اجتماعكم مع معالي رئيس مجلس الشورى؟ نعم، اجتماعنا الأول لم يكن إجرائيا أو بروتوكوليا، بل بدأنا العمل وقمنا بتوزيع المهام ووضع آلية العمل بهذه اللجنة. اتفقنا طبعا على متابعة وحصر كافة الآراء والتوصيات وبحث سبل متابعة تنفيذها من خلال الصلاحيات الدستورية والقانونية، سواء كانت سن تشريعات أو تعديلها أو إلغائها. أيضا يعني اتفقنا اليوم في اجتماعنا على إعداد مجموعة تشريعية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لتعريفهم بحقوقهم والتشريعات المتعلقة بهم. كذلك خلصت اللجنة إلى أن يصبح هذا المؤتمر الفريد من نوعه تقليدا سنويا، وذلك طبعا بناء على طلب المشاركين فيه، خاصة بعد النجاح المبهر لنسخته الأولى، على أن يحمل نفس الهدف والشعار ذاته مع بحث محاور ومواضيع معينة أخرى. أما فيما يتعلق باجتماعنا مع معالي الرئيس، فأكد معاليه على ضرورة الإسراع في إنجاز مهمتنا واستيعاب كل التوصيات وإيجاد المسار القانوني المناسب لها، سواء كانت اقتراحات أو أسئلة برلمانية. كذلك تطرق معاليه في الاجتماع لضرورة اغتنام فترة العطلة التشريعية لمجلس الشورى لإعداد مبادرات تعزز من تواصل المواطنين مع المجلس. نعم سعادة الدكتورة جهاد الفاضل عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.